نعم، هذا وقت مفصلي. الآن نحن قبل قليل انتهى مؤتمر صحفي لعائلات المحتجزين الإسرائيليين هنا، مؤتمر صحفي قصير كانوا يقولون فيه نحن الآن أقرب من أي وقت مضى إلى صفقة، نحن نشعر بالأمل الآن. ثم توجهوا إلى نتنياهو قائلين له عرقلت الصفقة مرة بعد أخرى، والآن نطالبك بعدم عرقلة هذه الصفقة في اللحظات الأخيرة، ولا تكسر قلوبنا. هكذا توجهوا إلى نتنياهو، لا تجرؤ على أن تكسر قلوبنا، لا تجرؤ على عرقلة الصفقة، واجعل ليس من مصلحتك الشخصية بل من مصلحة الإسرائيليين في المقام الأول. أيضا كان هنالك دعوة للجمهور الإسرائيلي بالانضمام إلى هذه المظاهرات التي تجري تقريبا كل يوم هنا لعائلات المحتجزين، ولكن بالطبع المظاهرات الكبرى تجري يوم السبت في أكبر المدن الإسرائيلية. أيضا أقارب محتجزين آخرين قالوا بأن نتنياهو يحكم على المحتجزين بالموت داخل غزة، وأن فقط عن طريق الضغط على نتنياهو من خلال الشارع يمكن الضغط عليه من أجل إبرام هذه الصفقة، إعادة المحتجزين ووقف الحرب على قطاع غزة. نحن نعلم هذه المواقف لعائلات المحتجزين الإسرائيليين، ولكن نسمعها الآن في وقت يقولون عنه بأنه وقت مفصلي، في وقت يدعون لاحتجاجات كبيرة جدا. ليس فقط هم، كان يعني أمر ملفت قبل يومين نقل من عن مقربين من وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت عن طريق صحيفة هآرتس، بأن جالانت يقول بأن فقط مليونيات في الشارع، فقط ضغط كبير من الشارع الإسرائيلي قد يجعل نتنياهو أن يذهب نحو هذه الصفقة ويفضل مصلحة إسرائيل عن مصالحه الشخصية ومصلحة ائتلافه الحاكم، مما أدى بالطبع بعد ذلك إلى أن مقربين لنتنياهو كانوا قد قالوا لصحف مقربة من نتنياهو، لصحفيين مقربين منه، بأن جالانت يحاول إسقاط الحكومة. إذن هذه الصفقة أو هذه الصيغة المطروحة اليوم على الطاولة ومحاولة دفع نتنياهو للقبول بها وإبرام هذه الصفقة يؤدي أيضا إلى خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية. ولكن عودة إلى عائلات المحتجزين ومواقفهم، كما قلت دعوات لحشد أكبر عدد من الناس من أجل النزول إلى الشوارع والضغط على هذه الحكومة. نحن أصلا في شهر يعني فيه تصعيد للفعاليات الاحتجاجية منذ بداية الشهر، غدا هنالك دعوة لإضراب عام، الليلة مظاهرة كبيرة في كبرى المدن الإسرائيلية وفق الحركات الاحتجاجية، أكثر من 80 مكان ما بين بلدات ومدن ستقام في هذه المظاهرات، لا سيما كبرى المدن الإسرائيلية مثل حيفا وبئر الصعب السبع وتل أبيب، وأيضا مدينة القدس تجري فيها مظاهرات كبيرة. غدا الإعلان أو الدعوة ليوم إضراب عام. قبل قليل وصلنا بأن نحو 150 شركة إسرائيلية في القطاع المصرفي وفي قطاع التكنولوجيا الحديثة كانوا قد سمحوا لموظفيهم بالإضراب دون أن يحتسب يوم إجازة، بمعنى أن هنالك أيضا تجنب وتضامن مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين. بالإضافة إلى الإضراب، إعلان أيضا عن فعاليات تشويش لم نعلم تفاصيلها بعد، وربما يتركونها مفاجأة لكي لا يتم التعرض إليهم من قبل الشرطة الإسرائيلية. تشويش بمعنى إغلاق شوارع منذ صباح يوم غد، سيكون هنالك إغلاق لشوارع رئيسية، أيضا قافلات سيارات للحركات الاحتجاجية وعائلات المحتجزين ستمشي بشكل بطيء في تلك الشوارع الإسرائيلية من أجل التشويش على النظام العام والمطالبة الضغط على الحكومة والمطالبة بإبرام هذه الصفقة. الحركات الاحتجاجية التي تطالب أيضا بإسقاط الحكومة تقول بأن هذه قد تكون الفرصة الأخيرة حتى نهاية الدورة الصيفية التي تنتهي في نهاية يوليو الجاري، يحاولون إسقاط الحكومة قبل انتهاء هذه الدورة، دورة الكنيست الحالية، ولكن يعني احتمالات أن يحدث هذا هي ليست كبيرة.